استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد ترحيب السيد الرئيس بالضيف الهولندي في أول زيارة رسمية له إلى مصر، حيث تم عقد جلسة مباحثات مغلقة. ثلاثة أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين، وقد تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على الزخم الذي تشهد العلاقات مؤخراً، وأكد ارتياحهما لمستوى التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وقد تناولت المباحثات كذلك الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض الجهود المصرية الحثيثة للتهدئة في قطاع غزة، إلى جانب تناول مختلف الملفات الإقليمية المطروحة على الساحة، وذلك في إطار الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بما يحقق مصالح الدولتين.